مرحبا، كيف الصحة والأخبار عاملة إيه؟ الحمد لله بخير. كيفك انت؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله تمام كويس، تمام. والله كويس الحمد لله. طيب إنك فيك. أنا دكتور تغذية، لو عندك أي أسئلة في التغذية ممكن تسألينا نفيدك. والله عندي كتير اسئلة في التغذية. اتفضل. شو بتنصح واحد ياكل وما يسمن؟ ياكل وما يسمن. ايه والله والله ياكل وما يسمن، هناك طريقة وحيدة. لو هو ما عندوش اي خلل مرضي، يعني هو صحته كويسة، ما ايه عندوش ما اي عندوش. ما عندوش اي امراض او اي شيء معين، عشان ياكل ما يسمن يلعب رياضة. يعني عشان ياكل وما يسمن يلعب رياضة علشان يطلع السعرات الحرارية اللي هو بيدخلها اضافية عن طريق الرياضة، بحيث ان احنا نضمن ان السعرات الحرارية اللي داخلة تكون بتساوي السعرات الحرارية بتساوي السعرات الحرارية اللي طالعة، وبالتالي ما يتخنش. فالحل الوحيد لو بتاكل كتير وعايز تتلاشى هذا الأمر، يبقى الرياضة هتتلاشى، خلينا نتلاشى هذا الأمر عشان ما نزيدش. يعني انت فهمت بالعكس. على فكرة، هو حد ياكل وما يسمنش، بس هو بده اللي ياكله يطلع عنه يعني، ويسمن ويتخن، لانه الاكل اللي واكله مش باين. يعني انت بتقولي واحد نحيف فهمت؟ وعايز يتخن، بس الاكل انت مش فاهم. هو ياكل يعني وما بس هو فيه انت ممكن شيء، تحطي له بس ما التخمين. يتخن، هو ياكل بس ما بيحرق كتير. هو بياكل بس ايه ما بيحرق بيتخن. كتير. والله لو بياكل وما يس. بيتخن غالبا بيبقى هناك اسباب مرضية، وممكن يكون هناك اسباب نفسية. الاسباب المرضية ممكن تكون مشاكل الغدة الدرقية، هرمون السيروكسين بتاعه اللي بيفرز من الغدة الدرقية يكون بكمية كبيرة، فالحرق بتاعه بيبقى كبير جدا، فبالتالي الأكل اللي بياكله بيتحرق بشكل كبير جدا، وبالتالي ما بيزيدش في الوزن، فممكن يكون عنده مشاكل في الغدة الدرقية، ممكن يكون عنده ديدان في الأمعاء. الأكل اللي هو بياكله، الديدان في الأمعاء بتاكل الأكل اللي هو بياكله، وبالتالي ما بيستفيدش من الأكل اللي هو بياكله، وبالتالي ما بيحصلش أيضا زيادة عنده في الوزن. ممكن يكون عنده أنيميا، الأنيميا برضه بتبقى سبب في النحافة وفقد الوزن. فمهما كل عندنا الكرات الحمراء بتاعتنا كمياتها مش كافية بالشكل المطلوب، ناقصها عن المعدل المطلوب تبقى دفعة قوية جدا انه يبقى فيه خلل في الجسم، وبالتالي برضو بيبقى فيه يعني بيبقى بياكل والاكل بتاعه بيتحرق بشكل كبير. ممكن برضو ممكن مثلا ديت اشهر الاسباب المرضية، ما هناك اسباب نفسية. لو هو عمل كل هذه، عمل تحاليل معينة وما طلعش مثلا عنده مثلا اشياء ممكن تبقى سبب النحافه مثلا، وممكن ايه يبقى سبب يعني ما نفسي، عندوش مرض. ممكن يبقى سبب نفسي يعني. واغلب الناس اللي عندها اسباب نفسيه بنقول لهم ممنوع العصبيه، ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجيلك الضغط، انت اللي هيجيلك السكر، انت اللي هيجيلك القلب، انت اللي دانك نحيف ومعصعص ومش حد هيبص عليك. فالفكرة لو احنا النحافة بتاعتنا نفسية، يبقى احنا لابد ان احنا نمنع العصبية ونبعد عن الحاجات اللي مسببة لنا حالة نفسية سيئة، وناخد برضو أغذية بتريح الأعصاب وفيتامينات بتريح الأعصاب، أملاح معدنية بتريح الأعصاب، مشروبات بتفتح الشهية. كل هذه الأشياء مشروبات بتفتح الشهية زي مشروب اليانسون والبابونج والحلبة والكراوية والبابونج واليانسون والحلبة والكراوية، مشروبات تتشرب على مدار اليوم تفتح لنا الشهية وبرضو تريح لنا. البابونج من أفضل الحاجات المهدئة وبرضو يريح الأعصاب عندنا. ممكن حلو. ناخد فيتامينات بتريح الأعصاب زي فيتامين د وفيتامين بي 6. فيتامين د ده مصدر رئيسي بتاع أشعة الشمس، فلو احنا تعرضنا نص ساعة لأشعة الشمس بالنهار يبقى احنا كده بناخد فيتامين د، وبالتالي الناس اللي بتتعرض لأشعة الشمس بالنهار بتبقى دافعة قوية جدا، الحالة النفسية بتاعتها تبقى أفضل من الناس اللي ما بتتعرضش لأشعة الشمس. الناس اللي عايشة في دول أوروبية زينا، صح. الناس اللي عايشة في دول أوروبية زينا كده تاخد فيتامين د عن طريق الأكل بتاعها أو عن طريق المكملات اللي بتحتوي على فيتامين د. زيت كبد الحوت يعتبر مصدر جيد جدا لفيتامين د الموجود في الصيدليات. ممكن نقول أملاح معدنية بتريح معدل الأعصاب. كم من دقيقة لازم الإنسان يوميا يتعرض للشمس؟ كم دقيقة؟ يعني من 20 دقيقة لثلاثين دقيقة في اليوم، من ربع ساعة لحد نص ساعة يوميا. كويس، ده معدل يديك احتياجك يوميا يعني. حلو. مفيدة أصلا هي الشمس. بالنسبة للأملاح المعدنية، أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم ناخدها من الأكل بتاعنا، أو المغنيسيوم أفضل 3 مصادر للوز والأفوكادو والسبانخ.
حلو. يعني دي كده حاجات بسيطة كده احنا قلناها، واهم حاجة ان احنا نبعد عن الحاجات اللي بتسبب لنا العصبية. أكثر شيء أهم من ال يعني من السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير انا عاكس. كيفك يا دكتور؟ كيفك يا دكتور؟ احكي. صحيح لو غطيت تعال. كيف صحيح نسوي صوتك؟ ما في صوت يا دكتور. اخبارك عامل ايه؟ والله الحمد لله رب العالمين تمام. الله بخير، انت شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. انا دكتور تنزيل، لو عندك اي اسئله. كيف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا، كيفك؟ الحمد لله والله تمام. انت اخبارك؟ صحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا احمد، الحمد لله. الله يبارك فيك. انا دكتور تغذيه، لو عندك اي اسئله في التغذيه ممكن تسالينا نفيدك. مرحبا. الله يخليك. دكتور تغذيه، انا بنتي عندها حساسيه من اللحمه. عندها حساسية من اللحم. عندها كم سنة؟ عندها 22 سنة. أكلت وخرج لها، أكلت في العيد ودابا خرج لها زي بوطون في جسمها، حبيب. بص أنا هقول لك أفضل علاج، البوطون هقول لك أفضل علاج لحساسية اللحوم. كويس. كويس. هقول لك، انا بقول يعد. انا عند لها عشان تسمع. تمام. مجدة، مجدة، اجي اجي. أجل أجل غير تنسينك. أجي قولي لي شنو. أجل هذاك الحبوب اللي فيك. ميرسي. سمعنا نجلة. معك ماجدة. بص يا نجلة، الكلام اللي انا هقوله لك ده مهم جدا، واي دكتور يقول لك غيره تعرف ان هو دكتور بيمشي حاله علشان تبقى له مره تانية. لما اجي اقول لك افضل علاج لحساسيه اللحوم، افضل علاج لحساسيه اللحوم هو تجنب اللحوم بشكل كامل. ما بقول بشكل كامل، بتكلم عن اللحوم اللي هي بيجي لنا منها الحساسيه، لكن بنتناول البدائل الاخرى، البدائل الاخرى بتاعت اللحوم. ربنا ادانا بدائل كتير جدا نقدر نستخدمها. البدائل الاخرى المختلفه زي ايه؟ الاسماك، الدواجن، البيض. الاسماك والدواجن والبيض نقدر نقول عليها خيارات جيده جدا للبروتينات اللي احنا اصلا بحاجه ليها. احنا يوميا مفترض من النظام الغذائي بتاعنا محتاجين ما لا يقل عن من البروتينات، ما لا يقل عن الوجبه بتاعتنا بروتينات. فما نيجي نقول مثلا هنمنع الحاجه بس اللي بتعمل لنا حساسيه، يبقى افضل علاج لحساسيه اللحوم هو البعد عن اللحوم، لان الجسم بتاعنا بيفسرها بشيء غلط، بيفسرها كانها عدو
وبالتالي يبدأ يطلع عندنا بقى حكة وهرش وحبوب في الجسم أو أيا كان العرض اللي ممكن يظهر لي كنتيجة للحساسية اللي موجودة عندنا. وحتى لو أخدت الأدوية بتاعت الحساسية ومضادات الهيستامين وخدت أيا كانت الأدوية اللي الدكتور كتبها لي علشان، لكن يبقى أفضل علاج لحساسية اللحوم هو الامتناع عن اللحوم اللي مسببة لنا الحساسية، ونركز على البدائل الصحية التانية زي الأسماك والدواجن والبيض. وقبل ما تاكل أي أكل، هتشتري اي اكل من الماركت او من الدكانه او من اي مكان هتروحيه، لابد ان انت تبصي على الملصقات اللي موجوده خلف البتاع وتشوفي المكونات بتاعتها، وتتاكدي من عدم احتوائها على اللحوم اللي بتسبب لنا الحساسيه بتاعتنا. ده كده بشكل مختصر لو انا عايز ادي يعني اديكي العلاج. العلاج اهو تجنب اللحوم المسببه للحساسيه. هتاخدي ادويه، الادويه مش هي العلاج، العلاج اللي انا بقولك ده بالظبط. وهتقول يا دكتور بروتينات، خلاص يبقى ناخد بدائل البروتينات بتاعتنا. بدائل البروتينات الفراخ واللحمه، لا الفراخ ماشي، السمك، البيض ممكن، الاسماك والدواجن والبيض ممكن نستخدمه، واللحوم نبعد عنها ومش نقرب منها، واي اغذيه ممكن يكون فيها لحوم، اي ملصقات ممكن تلاقيها على الاكل بتاعنا قبل ما نشتريه نتاكد منها علشان برضو ما يسبب لناش الحساسيه. ده العلاج الفعال. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا. والخضر كتير، تاكل خضر كتير، بعد تلك اللحوم الحمراء. ممكن برضو ناكل الخضروات، طبعا الخضروات والفواكه وكل هذه الاشياء نقدر ان احنا برضو نستعمل. لو انت عايزه تتكلم يعني هو الحساسيه دي عندها بلاش، الحساسيه دي عندها بلاش بالظبط. ايه بتاخدي مثلا اي أدوية، اي ادويه معينه او شيء؟ لا انا يا لما اكل لحم متاخر بيصير لي هيك، بس لما باكل لحم بقر وهيك ما في مشكله. وانا هقول لكم برضو على شويه حاجات نقي نفسنا بيها من حساسيه اللحوم، لان برضو ممكن مش شرط الاكل بس، هو زي ما انت قلت كده باكل اللحم الخروف بيجي الحساسيه منها، خلاص احنا نبعد عن لحم الخروف ونبعد عن اي حاجه ممكن تبقى مسببه لنا الحساسيه. هناك بعض الاشياء ممكن برضو تسبب لنا يعني بعض انواع الحساسيه. مثلا لو انتوا مثلا البيت بتاعكم مثلا في حديقه او كده، معرفش لو مثلا تنظيف الحديقه ديت اصلا، يعني لو جينا مثلا الناس اللي عندهم مثلا حدائق في المنزل بتاعتهم بسبب عدم انهم ما يعني عدم تقليم الاشجار باستمرار، بيعيش فيها حاجه اسمها الكراد او الريد او حشرات، حشرات معينه، حشرات. هذه الحشرات ممكن هي اللي بتبقى بتسبب لنا الحساسيه، مش ممكن اللحوم، يعني اللحوم بتسبب، لكن ايضا الحشرات دي ممكن تكون بتسبب وتزود المشكلة عندنا. مستحضرات، يعني بعض المستحضرات اللي بتستخدم في طرد الحشرات، يعني اللي بعض الناس بيستخدموها علشان مثلا في الرحلات بالغابات، برضو ممكن تبقى سبب في يعني ممكن تبقى يعني ممكن يعني فكرة احنا دلوقتي في حشرات ممكن تكون هي اللي مسببه لنا الحساسيه اللي موجوده عندنا، فاحنا تلقائيا ممكن نستخدم بعض المستحضرات من الحاجات اللي بتاخد من الحشرات دي. والحفاظ مثلا ان احنا ننظف المنزل بتاعنا، حديقه المنزل بتاعتنا، ان احنا نقل ان احنا دايما نقلم الاشجار بتاعتها بشكل مستمر علشان نبقى ضامنين ان مفيش حشرات تكون موجوده وتكون سبب في الحساسيه اللي عندنا. الملابس بتاعتنا ما نغسلها نفسها بالميه السخنه، وخصوصا بعد رجوع من السفر ايا كان، يعني الهدوم بتاعتنا ما تتركنش، الهدوم بالذات لما كنا راجعين من سفر دايما الهدوم تخش تتغسل بالميه السخنه. بننظف ونطهر الجسم بتاعنا كويس جدا بالاستحمام طبعا، وتنظيف الجسم بشكل جيد طبعا، ممكن بالديتول، ممكن مثلا بصابون الديتول، بالاشياء الطبيه اللي احنا ممكن مثلا وليكن نستعملها.
هناك أدوية بتستخدم لو بنتكلم مثلا وليكن على علاج، هناك أدوية وحقن مثلا زي مضادات الهستامين زي ما احنا قلنا في البداية ممكن بنستخدمها في وقت مؤقت كنتيجة للحوم اللي هي أكلتها وعندنا المشكلة فبنستخدمها وقت مؤقت، هنرجع تاني للحقن هيرجع لنا مشكلة تانية، لكن زي ما قلنا كده العلاج الفعال معروف. لكن أنا بقول لك دي بنستخدم مثلا ممكن أدوية أو حقن مضادات الهستامين ممكن بنستخدمها بشكل مؤقت. تعديل اسمح لي، هي كانت تروح كثير للمسبح لبيسين، لبيسين يمكن يعمل لها كده، ممكن يعمل لها كده برضو سباحة. سباحة والبسين، ومش ممكن من البسين، ممكن مثلا وليكن عدم غسل الهدوم مثلا بتاعتنا بشكل جيد بعد ما نرجع مثلا وليكن من البسين، او نسيب الهدوم بتاعتنا لفترة طويلة بعد البسين على جسمنا وما نستحماش بشكل مباشر، ممكن ده برضو ينقل حاجات تسبب لنا حساسية عندنا. ففكرة في فكرة ان انت النظافة هي رقم واحد في العلاج، وبرضو لو هي مثلا بتروح البسين او كده غسيل الهدوم بتاعتنا بالمية الساخنة، ويعني والفرش بقى، يعني مثلا لو هي عندها حساسية لا الفرش، كل الفرش اللي موجود في البيت يتغسل بالمية الساخنة، الفرش اللي موجود على السرير بتاعها، المناطق اللي حواليها، كل الفرش اللي حواليها يتغسل بالمية السخنة كويس جدا، بحيث ان احنا نضمن ان الحساسية نتخلص منها بشكل سريع، والنظافة بشكل مستمر بالصابون والاستحمام برضو بشكل مستمر. والنقطة المهمة برضو عدم الحك في مناطق الحساسية مهما كان الألم كبير، ولو الألم كبير أوي ممكن ناخد مضادات للحساسية لحد ما الألم يبدأ يروح. وزي ما قلنا كده العلاج الأساسي عندها في يديها هكذا وفي ظهرها وفي رجلها. ماشي، ما أنا قلتلك أهو الحل اللي إحنا عارفينه خلاص. هنعمل إيه؟ هنبعد بس، هناخد ممكن مثلا ناخد زي ما قلنا كده ممكن ناخد مثلا مضادات للهستامين، يعني ممكن مثلا وليكن نستخدمها في البداية هتقلل لنا من أعراض حساسية الحساسية اللي موجودة عندنا، ويعني هتجيبي دواء مضاد للهستامين دكتور هيكتبهولك، يعني مضاد للهستامين هتستعمليه، ومعاه هنبعد عن كل اللحوم اللي احنا اللي بتسبب لنا الحساسية اللي موجودة عندنا، هنبعد عن اللحوم اللي مسببة لنا الحساسية اللي موجودة عندنا. أهلا بك يا أم علي. هنبعد عن كل الحساس، هنبعد عن النظافة الشخصية زي ما قلنا كده، لو احنا عندنا حديقة في المنزل نقلمها كويس جدا علشان الحشرات اللي موجودة فيها، نستخدم مثلا رش للحشرات، واقي من مستحضرات واقية من الحشرات، عدم الهرش مهما كان الألم شديد، الهرش نفسه بيزود المشكلة أكتر، فعدم الهرش والحكه في المكان اللي فيه الالم. ممكن تجيبي مرطب تستخدميه مثلا، ممكن بعض الحاجات مثلا وليكن نستخدمها برضه بالاستعانه مع الدكتور الخاص بيكم. يعني شكرا يا دكتور، الله يجازيك. الله يسعدك، ربنا يحفظك. فحب تساليني اي سؤال؟ نعم، شكرا. لا صافي، انا هذا هو اللي كان عندي نتاع البنت. الله يبارك فيك. كده عرفت الحل ايه بالظبط؟ عرفتوا هتعملوه ايه بالظبط؟ عرفت. تمام، دعوة ليا ان شاء الله تعالى. شكرا، الله يجازيك. الله يسعدك، يلا يوم انا هعمل لك متابعة. الله يكرمك، الله يبارك فيك، الله يسعدك. ماشي، واحنا ايضا عملنا لك متابعة. شكرا، الله يسعدك. ماشي، تمرني بأي شيء؟ لا صافي، شكرا. الشيء اللي كان عندي انا الشركة مبين. الله يبارك فيك، يلا يومك سعيد. مرة أخرى إذا كان شي حاجة إن شاء الله أتصل بك. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ربنا يسعدكم يا رب ويحفظكم. يلا في أمان الله. آمين، شكرا. الله يكون من نفسكم زي ما قلت لك. تسلم لي، تسلم لي يا ابني. قلت لك سريعا ممكن تجيبي مضاد الهيستامين من الصيدلية، ممكن مثلا وليكن تجيبي بعض الكريمات اللي ممكن برضو تساعدنا بشكل موضعي يدهن في مكان الحاجات الأماكن اللي فيها الحكة. بس طبعا لو جبت اي كريمات او كده لاحظي بس ابعدي طبعا الكريمات ديت عن العين او المناطق اي مناطق ممكن قريبة من العين، لان ممكن لا قدر الله تعمل مشاكل. وتالت حاجة نبتعد عن الحاجات المسببة للحساسية اللي هو الاكل بتاعنا، اللحوم مثلا، ونجيب مثلا رش للواقي من الحشرات، ونغسل كل الهدوم بتاعتنا بالمية السخنة كويس جدا،
ونحرص ان احنا في العرق في جو الحر ده نحاول قدر الامكان ان احنا الهدوم اللي تعرق علينا نغيرها بشكل مستمر ونغسلها بالمية السخنة بشكل مستمر. نصايح بسيطة كده ان شاء الله تعملوا بيها، وان شاء الله تدعوا لي دعوة بعد ما تعملوا هذه النصايح ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا دكتور، شكرا، الله يجازيك. الله يبارك فيك، يلا في رعاية الله، السلام عليكم، خلي بالكم، يومكم سعيد، مع السلامة. عليكم السلام، شكرا. مع السلامة، باي باي.